رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع ضيفي واللي عامل لي مشاكل كتير ومع جمهور نادي الزمالك وانا في اختلاف كتير معاهم بسببه، يوسف بشير التبعي. وكان اختلافي مع جمهور نادي الزمالك عشان الولد طلع اهلاوي، فانا اصريت ان انا اجيبه على الهوا النهارده عشان يتكلم ويقول ليه بقى اهلاوي وليه مش زملكاوي وهيتكلم برضو على ماتشات كاس العالم وكده. يعني ازيك يا يوسف؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس؟ الحمد لله. منور. منور يا كابتن. تبدا انت ولا ابدا انا؟ ابتدي انت يا كابتن. يعني انا عايز جمهور نادي الزمالك اللي انت عملت او بسببك حصل فجوه بيني وبينهم عشان طلعت انت في احد البرامج او دايما بتطلع على السوشيال ميديا انا اهلاوي وبشجع النادي الاهلي، عامل لي مشكله مع مرتضى منصور ومع جمهور نادي الزمالك ومش عارف اخش نادي الزمالك، فاكيد عندك اسبابك. انا ما ضغطتش عليك في حاجه، انت حتى لو هتشجع فلسطين بحاجه ترجع لك، تشجع غزل المحله دي بتاعتك، انت راجل كبير وعندك 17 سنه ما شاء الله وراجل متعلم كويس وراجل تقدر تاخد قرارك يعني. فيا ريت بقى ترد على الناس تقول لهم انت ليه اخترت النادي الاهلي مع ان ابوك كان بيلعب في نادي الزمالك ومحسوب من الناس اللي عامله تاريخ في نادي الزمالك يعني. والله انا ابويا راجل افتخر بيه، كابتن بشير التبعي، اعظم مدافع من اعظم مدافعين في مصر يعني. علي صوتك. من اعظم مدافعين في تاريخ مصر وفي تاريخ نادي الزمالك طبعا. اجوانه تاريخه مع الزمالك لوحده يكفي. انا طلعت اهلاوي، انا يعني اتولدت شفت الاهلي بيكسب كتير ويعني شفت الزمالك بيكسب، بس حضرت الاهلي اكتر، فحببني واللي حببني في الاهلي اكتر برضه كابتن محمد ابو تريكه، كان من الاسباب المهمه انا حبيتها. واني لما طلعت في مكالمه قبل كده قلت بحب الاهلي وبتاع، انا كنت ساعتها لسه 12 سنه، فكان كل اللي اشوف حياتي كان اهلي اهلي بس، لكن طبعا احترم نادي الزمالك. يعني لا استنى قبل ما تقول احترم نادي الزمالك، يعني انت شجعت النادي الاهلي عشان انت لما بدات تفهم في الكوره وتتابع لقيت النادي الاهلي بياخد بطولات. مش كده، هو الاهلي مسيطر في الكوره، مسيطر في الملعب، مسيطر في كل حاجه يعني. لا في فرق ان تقول مسيطر وفي فرق انه ياخد بطولات. وهو متعني كمان يعني، كره الاهلي متعني. لا لا أكتر. لا كره الزمالك بتمتع. لا بتمتع، معروف يعني نادي الزمالك معروف ان هو بيمتع الناس وكورته كويسه. النادي الاهلي بياخد بطولات عشان عنده يعني منظومه كويسه، منظومه اداريه، بيعرف يظبط اموره، ما قافل على مشاكله عكس نادي الزمالك، لكن الكره الحلوه دايما في نادي الزمالك، وانت عارف الكلام ده كويس قوي. طيب صح، انا هقدر انكر الكلام ده، بس يعني معظم لو اتفرج على الاهلي بتمتع اكتر. انا شايف ان الاهلي بيلعب كوره احسن يعني، بيلعب كوره كل الاهلاويه كده بيتكلموا كتير ويقولوا كده. طيب ما علينا من الكلام ده كله، خلينا عند نقطه انا بحترم نادي الزمالك عشان الناس تعرف برضه الحقيقه ايه. انا بحترم نادي الزمالك طبعا، نادي الزمالك القطب الثاني في مصر للنادي الاهلي، ده اكتر منافس للاهلي، الديربي بتاع الاهلي يوم ماتش اهلي وزمالك حتى لو الدوري خلصان للفرقتين الناس كلها بتتفرج عليه، فطبيعي لازم احترم نادي كبير زي نادي الزمالك. طب يعني مفيش فايده يعني برضو انا اشجع يعني الزمالك ان احنا نحول نادي الزمالك عشان الناس ترضى عننا شويه؟ لا انا خلاص، انا بقيت اهلاوي، انا وافي الاهلي طبعا، ما اقدرش ما ينفعش ابيع الاهلي. انا يعني بقى يعني الموضوع اهون يا جماعه عشان ما حدش يقول لك مثلا الانتماء فين ولازم تضغط، ما فيش حاجه اسمها كده. لو انت تقدر تحول من نادي لنادي انت شخصيا يبقى هو يقدر يحول، لان هو مش صغير، وده ما يمنعش ان هو مثلا اهلاوي ان انا مثلا ما بحبش نادي الزمالك، لا نادي الزمالك ده هو اللي عامل اسمي وله فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى عليا وعلى بيتي وعلى يوسف شخصيا وعلى يوسف شخصيا، تمام؟ فالموضوع مش بايدي، اصل مش ممكن الراجل ده اتخانق معاه في البيت واضربه عشان يبقى زملكاوي، استحاله، الحاجات دي ما بتجيش بكده، بتيجي بالانتماء والحب. فعشان بس ما حدش يزايد ويتكلم في الموضوع ده تاني خالص يعني.